دلوقتي خلونا نستعرض مع حضراتكم عناوين أخبار حلقتنا النهاردة. استبعاد أبو الغار والشربيني من بطولة مصر الدولية للسكواش. محمد صفوت يسابق الزمن لحصد ميدالية في أولمبياد طوكيو. اتحاد الرماية يدعو وزير الرياضة وحطب لافتتاح ميدان المعادي. الأهلي يضم ثنائي السلة عمرو الجندي وعمر طارق لمدة 3 مواسم. وغدا انطلاق دوري كرة السلة. اتحاد الكرة الطايرة يضع اللمسات الأخيرة على اجتماع العمومية. واكتمال المربع الذهبي لمنافسات السيدات في بطولة رولان جاروس. وأخيرا اليابان تخفض ميزانية أولمبياد طوكيو إلى 280 مليون دولار.